شهر رمضان باب يجتازه العابرون للوصول إلى العالم الآخر بعد أن انقضت آجالهم وقد وفيت إليهم أعمالهم، وهناك سيرون الحقيقة كما أخبرهم الله عنها في كتابه. إن هذا الباب سماكته العمر وحجابه الغيب، فإذا أردت إطلالة على الآخرة تستشرفها النفس قبل انقضاء الأجل وأنت ما زلت في الدنيا، فلن تجد مثل رمضان كنافذة للروح، ففيه من نسائم القرب ما يرقق الحجاب ويغسل القلب فيرى ما لا يراه الناظرون. إنه شهر القرآن الذي ما زال نديا منذ أنزل في أفئدة قد رقت وفاضت أعين أصحابها من الدمع مما عرفوا من الحق، يخرون للأذقان سجدا يبكون ويزيدهم خشوعا.